السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أنا كنت اتصلت بحضرتك من شوية وقلت لحضرتك إن كنت شغال في محل تموين، وكان فيه تقريبا 15 ست تقريبا، فما كنتش بنظر يعني لمعظمهم تقريبا. فبعد شوية جت واحدة ست قالت إن هي خدت 3 أزايز تموين مش 4، وأنا برضو ما كنتش عارف أحددها لأن ما كنتش بنظر يعني لمعظم اللي كانوا بيجوا، ولا كنت عارف أحدد. فكنت عايز أسأل حضرتك سؤالين بخصوص موضوع غض البصر. هو هل يجوز النظر لوجه ست يعني أجنبية حتى لو للوجه؟ للحاجة. طب السؤال الثاني، لو في حد شغال في مطعم أو محلات أو كثير من المجالات الأخرى يعني زي دي، يجوز ينظر لوجه من يبيع لهم أو يشتري لهم عشان لو حصل مشكلة بعد البيع أو كده من اللي باع أو اشتغله؟ قدر الاستطاعة حبيبي، قدر الاستطاعة، غض بصرك قدر الاستطاعة. طيب شكرا لحضرتك. مع السلامة. الله يكرمك. غريبة، يأخذ فتوى وبعدين يوجهها بطريقته. السلام عليكم.